اليوم كنقوم بالزيارة إلى ضيعة خاصة بإنتاج زراعة التوم بعد طلب مجموعة ديالنا في اقتصادي دار التوم اللي رسلتنا بواحد المورس بأنه التوم هذا الموسم كيعاني من مجموعة من الأمراض. اليوم كنقوم بواحد الزيارة لقينا بأنه كاين مجموعة من الأعراض من بينها أعراض ميديو وأعراض حشرات تيبس، وهذه المناسبة كنصحوا الفلاح متي باش يحاول يقوم بممارسة جيدة، من أهم التسميد العقلاني والترشيد في استعمال مياه الساقي بجانب الى استعمال معالجه وقائيه باش يتجنب مجموعه من الامراض خاصه الامراض الفطريه اللي كتصيب زراعه الثوم. وكنشكر الناس ديال مجموعتنا في اقتصادي ديال دار الثوم اللي قاموا بمجهود باش نحاول نديروا هذه الزياره، اللي من خلالها لقينا بانه الناس غادي مزيان وخدام مزيان وما عليهم غير يكملوا في هذا المجال خاصة يعني في المعروف في المنطقة زراعتهم. بالنسبة للأعراض الأولية من بينها الإصفرار الأوراق يعني اللي كيرجع لعدة عوامل، من بينها ارتفاع درجة الحرارة اللي عرفتها منطقة تيزك زاوين مؤخرا، وكذلك مرض فطري اللي كيصيب خاصة عائلات التومية من بينها البصل والثوم اللي هو كيتسمى المن البياض الزغبي باللغة العربية. بالنسبة للمرض يعني خاص الفلاح أول حاجة متي تكون عنده واحد الدراية متي بظروف النمو ديالو اللي هو كيرجع ارتفاع الرطوبة، وبالمناسبة كنصحو الفلاح متي باش يحاول يدير واحد المعالجة وقائية استعمال أدوية اللي هي مرخصة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية اللي هي تكون حنا فعالة بالنسبة للمرض. هذا العام الحمد لله المنتوج كيف كتشوفوا كان في الاول بادي لينا مزيان، اللهم لك الحمد الثوم هذا العام مزيان، ولكن في الشهر الاخير بانوا لنا فيه شي اعراض ما عمرهم دازوا عندنا في هذه الثومه. انا تدخلوا عباد الله بصيفتنا حتى حنايا ملي تشكاو الفلاحه ما وقفناش، صيفتنا المراسله للمركز الفلاحي سوس ماسا الاستثمار الفلاحي سوس ماسا، صيفتنا الاستشاره الفلاحيه ما عمرنا شفنا حنايا بانه كتوصل هذه الوقيته تبارك الله الثومه كتكون خضراء كتكون مجهده غاده شاده في سميتو. هذا العام كنشوفوا فيها شي امراض يعني تضرب النص ديال الشعيرات ديال الثومه ما غاداش شاده القوه ديالها كيف كتكون في هذه الوقيته في العام في شهر جوج وبدايه مارس. الحمد لله الناس ديال لوفيس ديال سوس ماسا استجبوا لنا سميتو، قاموا بواحد الزياره للمنطقه مع الناس ديال الفرع ديال تاليوين والناس ديال الاستشاره الفلاحيه لونكا فرع تاليوين مشكورين حتى هما، جاوا داروا واحد الزياره كاين ما يعني مازال ما عرفناش الطريقه باش غنداويو واش غنداويو، كنتسناو في الناس ديال السلامه الصحيه ديال لونسا حيت هذا المرض هذا عباد الله الفلاحه الصغار مساكن هنا راه تخلعوا فيه، كتلقى واحد مسكين داير واحد 100 كيلو ديال الزريعه ويضربها لهاد المرض، هو المنتوج الرئيسي اللي في هاد المنطقه ديال اساكي تيزك زاوين. هاد المرض هذا بان لينا في مزارع اكادير الجديد وتيميشا، فكنطلبوا من الناس ديال السلامه الصحيه ديال نونصا باش يديروا واحد الزياره عندنا هنايا يشوفوا هاد الحقول ديال هاد الفلاحين الصغار، ولا كاين شي كتالوج ديال الادويه كيدار ولا كاين شي ادويه كيدار ولا الثوم وريهم لينا. بهذه المناسبه كنشكر الناس ديال السلطه المحليه قياده التسكين اللي تفاعلوا معنا في هذا الموضوع، والناس ديال لونكا تاليوين وفرع تاليوين ديال المكتب الفلاحي كنشكروا الجميع. فلاح في الدوار اكادير الجديد، هذا المرض اللي كاين عندنا في الثومه يلا هذا العام فاش بدات ما عمرنا شفنا هذا المرض اللي كاين في هذه الثومه الا هذا العام، كنديروا البركانيه وكنديروا بلديه وهذا العام بدا هذا المرض ما عمرنا شفناه. الثومه كدار في الشهر 11 10 الاولى اللي كتكون سباقيه كدير في 11 الاول ديال 11 و10 داكشي فاش كتغرس. الانتاج ديال الثوم زاد من مقارنه ديال هاد العوام اللي فات، لا ما عمرنا شفنا شي زعم اجي الثومه ما عمرنا شفنا شي زعم في الفلاحه الا هاد العام سولناهم على هاد المرض اللي كاين، منين عيطنا لهم راه استجبونا بعد الدعوه ديالنا، جاو عندنا قالوا لنا هادشي غير الجريحه وفي بعض الامراض المنقص
الماء ضعيف، نقص في الابار. وفين كاينين؟ راه كاينين العيون، راه الابار اللي كاينين هاد البلاصه ما كاين فيه العيون، الابار اللي فيه نقص الماء، نقص بزاف ماشي غير شويه، نقص الماء بزاف، يقدر يكون السبب ديال هاد المرض، يقدر يكون السبب ديال هاد المرض اللي كاين في هاد الثوم وفي هاد الغلات اللي كاينين كاملين.